بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب قنو لينكس، معكم عبد المجيب شاهد الوصف. اليوم راح اتكلم عن اللي يتسمى الفايل اتريبيوشنز، اللي هي انواع الملفات بالنظام. كيف تعرف نوع الملف هذا؟ ايش هو بالضبط؟ يعني كيف تجري اختبار على الملف هذا؟ اوكي، بحيث انك اذا جريت الاختبار بنهايه الاختبار هذا يطلع لك نتيجه واحده من ثنتين، كذا او كذا. يعني عندك ملف حاب تعرف هل هذا الملف هو مجلد او اختصار، تجري عليه اختبار معين. الاختبار هذا اذا قال لك انه اختصار اختصار او انه مجلد، هذا راح نشوفه اليوم، لانه مهم تعرف انواع الملفات. النظام كله على بعضه عباره عن ملف، لذلك لازم تعرف ايش اللي عندنا اليوم. طيب، انا كتبت ملف شيل سكريبت وحاشر لكم الحين واحد واحد، تمام؟ اوكي، نكبر الخط شوي. لاحظ معي الحين، طبعا يكتب الامر بالشكل هذا. حاب تحقق من الملف تحط قوس كبير ناقص نوع التحقق اي مثلا، راح يشرح لكم اياه، ثم الملف مثلا etc.backman.d مثلا. اوكي، ثم طبعا انتم عارفين تكلمنا سابقا ان هذه علامه اذا كان صحيح نفذ امر معين، اذا كان خطا نفذ امر معين، هذا هو. طيب خلونا نشوف الحين وش الملفات الموجوده هنا. طبعا الدروس اللي راح لازم تمر عليها بالمناسبه. طيب عندك اللي هو الاول، هذا زي ما انا كاتب لكم هنا if exists، يعني اذا كان الملف موجود اطبع موجود it's there. اوكي، اما اذا كان غير موجود طبعا حاط فقط انا اذا كان صحيح اللي راح اعرض لكم هذه، لكن اذا كان صحيح راح يظهر لك ان الملف هذا موجود هناك. طبعا ارتش لينكس موجود هذا الملف، لو سويت الحركه دي بديبيان ما في، ما طلع لك شيء الا انك تحط علامه او وتكتب هنا يشيك هل الملف هذا عباره عن بلوك او لا. ملفات البلوك الاشياء اللي مثل اللي هي فلاش السي دي روم الهارد ديسك والى اخره عباره عن ملفات، فهو يشيك اذا كان هذا بلوك ولا لا. طبعا هذا بلوك راح يقول لك بلوك فاوند، راح يشيك اذا كان الملف هذا كاركتر. كاركتر اللي هو الملف اللي ياخذ البيانات بصيغه الكاركتر، يعني عن طريق كيبورد عن طريق مثلا قارئ اي شيء، تمام؟ طرفيه بشكل عام هي شو اسمه كاركتر، لذلك راح يقول لك كاركتر هنا. هذه اذا كانت سي كاركتر، لاحظوا ان اي بي سي. راح نجي للدي الحين دايركتوري، هل هذا الملف عباره عن مجلد دايركتوري او انه وش هو بالضبط؟ طبعا اذا كان مجلد بيقول لك مجلد، اذا كان غير مجلد ما مجلد. هنا اي طبعا اكزيست، طبعا رابطات تشابه ما بين هذه وهذه. اوكي، برضو هذا تحقق اذا كان الملف موجود. هنا اف اذا كان الملف هذا ريجولار فايل، يعني ملف عادي ليس مجلد ولا شيء ابد، حاب تاكد ان هذا عباره عن ملف تحط اف. هذا ملف عباره عن ملف شل، هذا راح اشرح لكم عليه اليوم. موجود راح يقول لك انه ريجولار فايل. اوكي، اما اذا كان مجلد ما راح يطلع لك اللي يقول لك، ما راح يقول لك ان العمليه هذه صحيحه، بيقول لك انه خطا. طيب هذا اذا كان سيمبوليك لينك اللي هو اختصار. اوكي، طبعا المجلد المزل عندي عباره عن سيمبوليك لينك، لذلك بيعطيني العمليه انها صحيحه، راح يقول لك اوكي سيمبوليك لينك فاوند. طيب اذا كان مو سيمبوليك لينك لازم تحط او هنا، انا ما حطيت او. اوكي، لازم تحط او. طيب راح نكمل نجي عند ريدبل، تمام؟ حرف الار يعني ريدبل، هل الملف هذا قابل للقراءه ولا لا؟ عندي ملف انشاته انا واعطيته صلاحيات روت فقط، تمام؟ لاحظ انه اذا كان ريدبل راح يقول لك انه readable، بس انا كاتب هنا not readable. ليش؟ لان حاطين او. اوكي، لاحظ معي حطيت او هنا ما حطيت وا. اوكي، لو حطيت وا راح يقول لك ما يطلع شيء، لكن حطيت او عشان تشوفون. هنا اذا كان الملف حجمه اكبر من صفر، الملف هذا ملف فاضي اوكي ما في شيء، فراح يقول لك انه اصغر من صفر. طبعا لاحظ قلنا احنا اذا كان اكبر من صفر، يعني انا لو حطيت هنا العلامه هذه ما راح ينطبع النص هذا. ليش؟ الملف هذا اقل من صفر، لكن انا حطيته او يعني انه ما دام انه اقل من صفر اطبع، هذا اللي قلته انا. اوكي، طيب في عندنا هنا الرايتبل، هل الملف هذا قابل للقراءه ولا لا؟ طبعا راح يقول لك رايتبل. ليش؟ لان هذا المجلد لي اصلا صلاحياتي انا كمستخدم. اكزيست اند اكسكيوتبل، هل هذا الملف موجود وقابل للتنفيذ؟ هذا الملف موجود وقابل للتنفيذ. لاحظوا معي في ملفات بالنظام تكون ملفات تنفيذيه غير قابل للتنفيذ، بتحقق انه قابل للتنفيذ عن طريق الاكس. اوكي، ترسل له اكس تشوف هل هو في اكس ولا لا. لاحظ هذه on by current user، انت حاب تجري اختبار على ملف معين، زي ما قلت لكم هذا يملكه الروت، الروت هو اليوزر. اذا كان الملف الحالي هذا مملوك من قبل المستخدم راح تطبع لك انه لك، يعني راح احط هنا و yes it's yours يعني انه لك، او انه not yours، انا حطيت not yours انه غير لك او ليس لك، تمام؟ هذا يطبع لك اذا كان مملوك بواسطك انت. هذا اذا كان مملوك بواسطه مجموعه المستخدم الحالي، انا عبد المجيب، مجموعتي عبد المجيب او مجموعتي اي شيء، تمام؟ اذا كانت مجموعتي تملك الملف هذا راح يقول لك ايه انه تبعك، طبعا هذا الملف تبعي ضمن مجموعتي. طيب هذا يقول لك اذا كان سيمبوليك فايل، تمام؟ طبعا لاحظ راح تلاحظ انه هنا سيمبوليك في فوق عندنا سيمبوليك ثاني، اوكي؟ هذا سيمبوليك فايل، تمام؟ راح تطبع لك طبعا عندي مجلد الثيمز برضو انه سيمبوليك، تمام؟ هذا راح تطبع لك اذا كان موديفايد، يعني اذا كان تم تعديله منذ اخر قراءه له،
تمام. اوكي خلونا ننفذ ونشوف اصلا يعني الملف هذا الحين اذا كان غير معدل منذ اخر قراءه هذا الامر بيكون خطا ما راح ينطبع. بس انا حطيت نعم ولا و او حطيت اند اور علشان نشوف الحين. طيب نفتح الطرفيه الحين اوكي وننفذ هذا الملف فايل اتريبيوتس. لاحظ قال لي اتس ذير اللي هو ايش اول شيء عندنا الملف هذا موجود قال لي اتس ذير. بلوك فاوند اوكي حصل البلوك اللي هو اس دي اي. كاركتر فاوند اللي هو هذا طرفيه زين. فاوند دايركتوري اللي هو هذا عباره عن مجلد وتم ايجاد المجلد تمام. فايل فاوند اللي هو وينه ترو اف اكزيست هذا اوكي موجود ملف الفيديوز. اف ريجولر فاوند هذا عباره عن ملف عادي يعني لو انا لو حطيت مجلد هنا ترى ما راح يظهر لي شيء هنا. ليش؟ لانه هذا مو ملف هذا مجلد تمام. نفس حركه هذه هذه عكسي هذا ملف هذا مجلد. ريجولر دايركتوري. سيمبوليك اللي هو سيمبوليك تمام. ما راح سيمبوليك هذا هو الاتش. ريدبل اوكي لاحظ هذا قال لك نوت ريدبل فايل. ليش؟ لانه هذا خاص بالروت فقط فانا ما اعطاني انه اقدر اقراه انا كاتب انه نوت ريدبل زين. هذا الملف ايضا اقل من صفر فقال لك يس اقل من صفر. از ات رايتبل يس ات از رايتبل اللي هي هذا المجلد حقي تمام. عندك هنا فاوند اكسكيوتبل اللي هو الملف هذا زين فهو صار اكسكيوتبل فحصلوا عن عن طريق الاكس. في عندك هنا هل هو لك ولا لا تحقق عن طريق الاو هل انت تملك الملف هذا او لا قال لك نوت يورز اوكي. هذا تحقق حلو مكتوب فيه هنا تحقق اذا كان هذه المجموعه تملك الملف هذا ولا لا. مجموعتك انا مجموعتي تملك هذا الملف قال لي ات از يورز. بالنهايه عندنا سيمبوليك فايل تمام. هذا عباره عن اختصار. لاحظ هنا قال لك نوت موديفايد هذا الملف الاخير نوت موديفايد يعني الان لو جيت فتحت هذا الملف اللي هو فايل تكست وحطيت فيه كلام سويت حفظ حط هي يلا سويت تمام وجيت نفذت الامر هذا مره ثانيه راح نلاحظ انه اللي تحت تحولت من نوت موديفايد الى موديفايد. حفظتها انا ولا لا؟ لازم اسكره. لحظه كلوز. طيب الحين نجي نشغل ونشوف اي فايل فتحناه سكرناه اوكي الحين قال لك موديفايد انه تم تعديله منذ اخر قراءة له. تستفيد من هذا الدرس انك تعرف اشياء مهمة بعض الافكار يعني هل انا املك الملف هذا اقدر انفذ عليه ولا لا لانك انت عارف ملف شل يبرمج نفسه ويصلح نفسه بنفسه فما ينفع انك تخلي ملف الشل يشتغل يعني اذا كان تحقق شخصي انت تسويه راح تعرف لكن انت لازم تعطي ملف الشل الاشياء المنطقيه هذه عشان يقدر يحدد انواع الملفات والى اخره. فهذه الطريقه احنا عرفنا او قدرنا نطلع انواع الملفات. يلا نشوفكم ان شاء الله في درس قادم بإذن الله.